أنا كنت شاطر في الثانوية العامة بشكل ما، وكان المفهوم الغالب بتاع كليات القمة منتشر ولا زال يعني للأسف يعني. فحتى أنا والدي الله يرحمه دخلني حاجة كان على أيامي اسمها علمي شامل، تاخد أصعب مواد علمي علوم وأصعب مواد علمي رياضة عشان لو ملحقتش طب وصيدلة تلحق هندسة، المهم أن تبقى في الثلاثة دول يعني. فدخلت هندسة. دخلت مهندس. يمكن ده ساعدني ان انا من بورسعيد، ان انا اسيب بورسعيد واجي اقعد في القاهره عشان اغني وابقى قريب من المجال. في الاول انا كنت بعمل الاثنين مع بعض، يعني كنت بشتغل مهندس الصبح واعمل حفلات في ساقية صاوي وفي الاوبرا وحاجات كده، يعني بقيه اليوم كان بتاعي. وبعدين لما بدا اسمي يتعرف بشكل احسن واتشاف في برامج افضل ويتسمع لي عمل او اتنين، يعني اتعشمت كده في المزيكا اكتر، فقلت انا كده يعني جه الوقت ان انا اسيب الهندسه. اللي مصبرني اني بحبك حب مخلي بالي طول، لكن على الحال ده انا مش هتحمل، ممكن فجاه الاقيني بقول لا انت من الفضاء ولا انت جمالك مش معقول. يعني بشوف انه اول محطه هي اول ما نقلت من بورسعيد وجيت القاهره في 2007. في الوقت ده بدات مع فرق الهواه، فرق شباب في ساقية صاوي وفي دار الأوبرا وكده. من المحطات المهمة طبعا أن أنا أحد طلبة مركز الإبداع الفني ورشة أستاذ خالد جلال. مسلسل آدم وجميلة التتر عمل لي الحمد لله اسم كويس جدا، عملت دويتو مع الفنانة الكبيرة العائدة مدام حنان ماضي لما عملنا البنت اللي سهرانة. عندي إحساس بالونس واصل لدرجة الاكتفاء، ولأني بعشق وحدتي ما بخافش اصلا من الفراق. اقدر اقول لك يعني خلاصه من اللي احنا عايزين نقوله، انه احيانا عشان يبقى عندك القدره انك تتابع الشغف بتاعك، وخصوصا لو في مجال الفن وما عندكش جهه انتاج، لازم انت يبقى عندك مصدر دخل تاني تصرف منه على شغفك ده. يمكن كاريري اللي انا درسته ما كانش هو مصدر شغفي، بس دلوقتي بحاول الاقيه في حته تانيه. وانا ليلة قلبي مصلي قلبي حب وقلبه لسه.